رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول: هل الأفضل أن نصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم قيام الليل 13 والنوافل المكتوبة بعد الفرائض، أم التطوع بالقدرة؟ ثانيا، كيف كانت صلاة التابعين الذين صلوا 300 ركعة؟ أي كانوا يخففون الصلاة مثلا، فيقول في الركوع تسبيحة واحدة مثلا، وفي السجود كذلك، وما هي الأوقات التي كانوا يؤدون الصلاة فيها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال من مجموعة من الشباب، وفقكم الله جفانا. لا شك أن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم خير. إذا اقتدى المسلم بالرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل فصلى 11 ركعة أو 13 ركعة مع الطمأنينة والقراءة المرتلة والمجودة ومع التدبر، فإن ذلك خير. وإن زاد على ذلك صلى أكثر من 13 ركعة، الأمر واسع ولله الحمد، الأمر في هذا واسع. والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الزيادة، وإنما هو صلى الله عليه وسلم كان يداوم على صلاة 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن مع كونه صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة، حتى إن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ذكر عنه أنه قرأ في ركعتين بسورة البقرة والنساء وآل عمران، حتى إن حذيفة رضي الله عنه قال عن نفسه: لقد هممت أن أجلس، وأدعه، يعني من طول القيام. فمن أراد أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم بالطمأنينة وطول الركوع والسجود وطول القراءة فهذا عمل جليل. الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن أراد أن يزيد في الركعات ويخفف التخفيف غير المخل فلا بأس بذلك. والصحابة كانوا متفاوتين في صلاة الليل، منهم من يكثر ومنهم من يكثر ومنهم من يقلل ويطيل كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطيل. فالأمر في هذا واسع ولله الحمد، وليس لقيام الليل حد محدود يجب الوقوف عنده، وإنما هذا راجع إلى نشاط الشخص ورغبته ومداومته على ذلك، هذا هو المطلوب. وأما الرواتب التي مع الفرائض والوتر وركعتي الفجر الراتبة قبل الفجر، فهذه سنن كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها، إلا في حالة السفر فإنه كان يترك الصلوات الرواتب ما عدا راتبة الفجر، وكان أيضا يحافظ على الوتر، ما كان يتركه حضرا ولا سفرا. نعم.